بالعلم ويا العمل ضاريني جت للناس نور للأمل سابق. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ نشوف شرح الكويك بوكس هيوصل لفين. احنا كنا وصلنا في الكويك بوكس ان احنا هنبدأ ازاي نتعلم نسجل الكاستمر والفندر. كنا احنا طبعا درسنا الكلام ده كله. درسنا كل الكلام ده وصلنا يعني سجلنا المخزون وفتحت الحسابات وسجلنا كمان البرايس ليفل سجلنا اليومية ووصلنا ايه مجاني ازاي يعني يا باسم بوصل يعني على النت والكلام ده. لا في سيريال وقصة كده. ادخل على الجروب هتلاقي ان في لينكات لتحميله. تمام يا شباب. طب جميل، نركز بقى ونسيب الشات دلوقتي، هنقفل الشات ونشرح وبعد كده نرجع نشوف اسئلتكم. دلوقتي يا شباب هنبدأ ازاي نتعلم ان احنا نسجل الكاستمر. تمام، الكاستمر اللي هم العملاء زي الناس اللي حضرت معانا البيت كتير تبقى عارف عن ايه كاستمر. في قائمة اسمها قائمة كاستمر جاهزة لوحدها، نختار منها حاجة اسمها كاستمر سنتر، هتظهر الشاشة اللي قدام حضراتكم دي. تمام، فيها حاجتين، في حاجة اسمها نيو كاستمر اند جوب وفي حاجة اسمها نيو ترانزاكشن. هنا لو هسجل اسم العميل وبياناته، هنا لو هسجل المعاملات اللي انا هتعامل فيها مع العميل، يعني فاتورة بيع، أمر بيع، فاتورة بيع، مقبوضات منه، مردودات منه، الكلام ده. يبقى ترانزاكشن اللي هي ايه؟ المعاملة. طيب ندخل ازاي نسجل العميل؟ طبعا بختار من هنا نيو كاستمر اند جوب، تظهر الشاشة دي، اسمه لو ليه رصيد في الفلوس ولا حاجة، التاريخ اللي بسجل فيه التعاملات بتاعته، اسم شركته، يا ترى هو مستر ولا ميسز، فيرست نيم اللي هو اسمه الأول، لاست نيم الاسم الثاني، بالنسبة للصور الجميل دي مشتركة معانا يعني في الكورس هنا، الكتاب مترجم اهو زي ما انت حضراتكم شايفين. كاستمر نيم، اسم العميل، اسم الفارس، اسم الحال كده والتليفون والفاكس والايميل يعني معلومات ايه عن العميل. بعد كده اضغط على اوكي هيتحفظ. خلاص كده يا شباب. فنلاحظ ان في حاجه اسمها البيمنت اديشنال انفورميشن، بيمنت انفورميشن، جوب انفورميشن، يعني معلومات اضافيه ومعلومات عن طرق الدفع يستخدمها العميل، معلومات وظيفيه، كلها معلومات لو متوفره عندي بسجلها، مش متوفره خلاص. خلاص كده يا شباب. طيب بعد ما سجلنا العملاء قلنا في المعاملات اللي هي فاتوره البيع، استلام المقبوضات، استلام المدفوعات، المرتجعات. تمام كده يا شباب. طبعا بس انا في خطا في الكتابه هنا، المفروض ان هو في استلام مقبوضات، فاتوره بيع وامر بيع والكلام ده. هنشوف المعاملات يعني. نبدا باول حاجه الفاتوره. لما اضغط على هنا كده كلمه نيو ترانزاكشنز اظهر لي لسته فيها الكلام ده. اول حاجه فيها حاجه اسمها ايه؟ انفويس، الفاتوره. خلاص بختار من هنا العميل اللي بفتح السهم واختار من قائمة العملاء اللي انا مسجلهم اسم العميل. تمام، هنا التاريخ. الميزة في الكويك بوكس عن البيت تري ان هو من اول فاتورة هو يبدأ يرقم اوتوماتيك، مش محتاج ان انا ارقم له اول واحدة وبعد كده هو يبدأ يدي الوحدة اوتوماتيك عليها، لا من الاول خالص هو بيبقى مسجل. خلاص، واجي هنا عند كلمة الايتم افتح السهم واختار المخزون اللي انا كنت هبيعه او اللي انا هبيعه. خلاص، واكتب هنا الكميه اللي انا هبيعها
واجي عند كلمه الريت افتح السهم ده هلاقي ثلاث اختيارات، هلاقي السعر الاساسي اللي انا اشتريت بيه، او الاقي سعر البرايس ليفل، سواء انا وانا عامل برايس ليفل بزياده او عامل برايس ليفل ايه بتخفيض. برايس ليفل هو مستوى الاسعار، يعني هلاقي ثلاث اسعار هنا وانا عاملهم، هلاقي سعر الثابت اللي انا اشتريت بيه، وممكن الاقي السعر، هلاقي لو انا عامل برايس ليفل هلاقي سعر البرايس ليفل موجود، اختار الطريقه اللي تناسبني، هيضرب الريت اللي هو السعر في الكميه ويديني الاماونت، واجي هنا اقول سيف وليون وهعمل فاتوره ثانيه، سيف وكلوز وهحفظ واقفلها. طبعا فوق في هنا بريفيس وفي نيكست، هنا لو هرجع للفاتوره اللي قبل كده هنا اطلع الفاتوره اللي قدام، هنا في حفظ، هنا في طباعه البرنت. خلاص يا شباب، وادي شايف هنا التعاملات، او لو انتم شايفين الريت اللي هو السعر، وادي الشرح الخاص ده، شرح ازاي تسجل الكاستمر وازاي تعمل له فاتوره مبيعات. بعد الفاتوره يا شباب في استلام، ان الراجل ده هيدفع خلاص كده. طيب اشوف، لكن هيدفع ايه؟ هنشوف دلوقتي. بفتح طبعا من قائمه ترانزاكشنز، اختار سيلز ريسيبتس، اختار العميل اللي انا لسه عامل له فاتوره، وادي التاريخ، وادي رقم السيلز ريسيبتس، هنا اختار المخزون اللي انا هبيعه، هنا ممكن اغير الكميه لان ممكن يدفع رقم اتنين بس، وارد السعر اللي هيدفع بيه هيضرب ويديني سيف وكلوز. لاحظ ان هو نفس شكل الفاتوره، اختلاف الاسم. طيب لما الراجل ده جه يدفع الفلوس خلاص، حد يقول لي ازاي هنا هيدفع وازاي هنا هيدفع؟ لا، هنا بسجل الكميه اللي هيدفعها، المقصود بيها الكميه اللي هو هيدفع ثمنها. لاحظ ان الكميه دي اتنين، في الفاتوره كانت طالب خمسه. خلاص كده، لكن هنا الدفع الفعلي الخاص بالفلوس. مجرد ما اختار ريسيف بيمنتس هفتح برضه، هظهر لي الشاشه دي. هكبر شويه عشان نشوف. شايفين؟ كبر تاني. هنا مثلا اهو ريسيفد فروم، هستلم من مين؟ يبقى العميل اللي هيدفع. اول ما اختار العميل يجيب لي تحت كده الفواتير اللي عليه، فاتوره 2 3. مجرد ما علم على الشمال هنا صح، بس اللي حضرت معايا البيتش تري كان اللي كنا بنعلم يمين خالص، انا كده في مربع باللون الاحمر، لا هنا بعلم شمال على شمال التاريخ كده اتدفعت، يجيب لي الرقم بتاعها فوق هنا، علم تاني يجمع لي الرقم بتاعها على الرقم ده اللي هو الاماونت، علم على التاريخ بقى كده دفعت التلات ايه؟ فواتير. هنا برضه بيحدد بي ان تي ميثود اللي هي طريقه الدفع، كاش ولا فيزا كارد ولا 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 على حسب الطرق. هنا الديت اللي هو التاريخ، طبعا في كل فاتورة الديت مهم جدا جدا جدا، أو أي حاجة تعملها. هنا شايف سيف أند كلوز، سيف أند نيو، يعني إيه؟ حفظ وقفل، حفظ وأفتح تاني من هنا كده، وأختار عامل رقم اتنين لو على حاجة إيه يسددها. خلاص يا شباب، صغر شويتين ونبدأ نشوف اللي بعد كده. إحنا هنا خدنا إيه؟ درسنا ال ال دي خلاص كده، فهنشوف هو لو هيرجع حاجة اللي هي الكريدت ميموس أو الريفوندز المرتجعات. خلاص يا شباب، برضه أفتح نيو ترانزاكشن وأختار العميل اللي هيرجع الحاجة، وأركز التاريخ وأكتب الرقم بتاع الكريدت نمبر، هنا هيرجع إيه؟ المخزون بتاعه. طبعا طالما في سهم أو عدسة في الكود بوكس، في سهم في البيتش تري في عدسة كده، وأكتب الكمية وأكتب السعر اللي هيرجع بيه. ممكن لو اختار سعر، لو انا عامل برايس ليفل ديكريز تخفيض اختار سعر التخفيض، لو عامل برايس ليفل انكريز، لو عامل سعر اللي هو سعر الشراء يبقى اختاره من هنا كده من السهم ده، او سيف وكلوز او سيف ونيو. تمام يا شباب، ارجع الشات ونشوف راي الشباب. معكم على الشات ونستقبل اسئلتكم ونقول الو. شباب ايه ده، كل ياخد بصح لنفسي واضح. انا فات الشات، يعني نسيت الشات مقفول، فضلت اشرح كتير بعد كده افتكرت اللي قلت لا شويه. شاشتين للدفع اللي هما فين؟ اللي هي سيلز ريسيبتس وريسيف بيمنتس، صح؟
سيلز ريسبتس، ده انا بحدد الجزئيه اللي هيدفع ثمنها فعلا، ممكن تكون الجزئيه الموافقه بالفاتوره او اقل او اكثر من الفاتوره. اما الريسيف بيمنتس اللي هو الدفع الفعلي الحقيقي الواقعي اللي هو بعد الفاتوره وبعد تاكيد ما تحتويه الفاتوره. وصلت ثمنك زي البيتش تري كده، ما كان في بيرشيز اوردر او سيلز اوردر وبعد كده بقى في سيلز انفويس. تمام. هما الاثنين فيهم بضاعة، لكن ممكن في حاجة يختار أقل من التانية أو أكتر منها، يزود أو يقلل في الكمية يعني. أستاذ سناء لسه في الحل معانا دلوقتي، يعني معلش ركزي معانا في الجزء اللي جاي، بعد كده تابع على قناة الأكاديمية وعلى قناتي وعلى غيره. طيب أستاذ إسراء هتضيف اللينك الجروب والاكونت والصفحه والقناه على اليوتيوب وقناه الاكاديميه كل الحاجات ان شاء الله. ادخل على الجروب يا استاذ ياسر وهتلاقي كل حاجه. الاستاذه ايه بتاعه الكميه الفعليه للجواب على ملاك ولا بتسالي؟ تمام يا استاذه ملاك. بص هما الاثنين للدفع والاثنين لكمية، بس انا اقصد هو لما يجي دلوقتي كده طلعت له حاجة او زي طلب 10، لما كان يشيل البضاعة شال 8 او شال 12، حمل يعني 2 او 3. تمام وضحت؟ فهو بس بيأكد ان هو الكمية الفعلية اللي استلمها. الاستاذ سعيد التومي، يعني ايه مفيش اكواد العملاء؟ يعني هل ممكن إضافة مادة من صفحة الفاتورة مباشرة؟ طيب مش عايز حد يعلق غير الأستاذ باسم والأستاذ سعيد. بعد إذن حضراتكم أنت تقصد أيتم يعني زي الاستمالات موضحت كده. طبعا بص، لو انت جيت تعمل فاتوره لعميل ما لقيتوش عندك في قاعده البيانات هتلاقي كلمه مين، هيرجعك برضه لكيفيه تسجيل العميل. لو انت جيت تعمل فاتوره لعميل موجود والمخزون مش موجود هتضغط على كلمه مين، بس في الجزئيه اللي تختار منها المخزون، يعني من هنا كده السحب ده مثلا عند الايتم هتلاقي تحت كده الشرط اللي ظهر في كلمه مين، يعني كل حته ترد على اي حته. تمام، حاجه مش موجوده الجهاز هيقول لك اعمل لها مين. حتى لو انت عملت نفسك واخد بالك وانت كاتب اسم العميل من نفسك كده او اسم المخزون من نفسك وجيت تعمل سيف، هيقول لك هيروح مطلع لك شاشه رساله تقول لك ايه، انت مش مسجل لا اسم العميل ولا اسم المخزون، عايز تسجلهم؟ تقول له ايوه، هيروح مسجل لك اسم العميل. بعد كده تعمل سيف وكلوز ويقول لك ايه، انت لسه ما سجلتش اسم المخزون، تروح مسجل موضوع سيف وكلوز. بعد كده يرجع لك للفاتوره مثلا يقول لك اعمل بقى سيف وكلوز للكل. تمام كده؟ ده بالذات حاجه موجوده في بتشتري بالذات كمان. العفو يا فندم، بس اهم حاجه انا حاسس ان انا بتكلم بسرعه ما مش عارف ليه. لو الكلام واضح والصوت واضح يا ريت تقولوا لي. تمام الصوت واضح وكله تمام. طيب تمام قوي. كنت بقول لو انا هنا عندي مستوى الاسعار اللي بنتكلم فيه خلاص، عايز اغير مستوى الاسعار يبقى ادخل من قائمه كاستمر ونختار حاجه اسمها تشينج ايتم برايس، تغيير اسعار المخزون، واقف على المخزون وابدا اغير في السعر واقول نيو برايس واغير في السعر، اقف على المخزون واقول نيو برايس واغير في السعر. لو انا عايز اغير سعر ايه المخزون اللي انا كنت كده خلاص كده يا شباب، دي سهله. هتلاقي هنا حاجة اسمها الكرنت برايس واضغط في هنا كده واكتب النيو برايس. اصلا كلمة كاستمر تشينج ايتم برايس تغيير اسعار المخزون، اقف على المخزون يعني اللون الاسود، هنا السعر القديم هنا السعر الجديد وبعد كده اقول اوكي. ده انا عايز اغير سعر المخزون. ده كان التعامل مع الكاستمر. طب تعالى نشوف الناحية التانية التعامل مع الفيندر. تمام يا شباب؟ مش عايز حد يسيب الشرح هنا ويروح يدخل على الجروب، انا شايف ان في ناس تدخل على الجروب تقعد تعمل لايكات ومش عارف ايه، لا ركز هنا. ركز هنا الاول وبعد كده ادخل على الجروب.
تعال نشوف يعني ندي مثال موريني ازاي. يعني الشاشه دي اختار حاجه اسمها، في هتلاقي حاجه اسمها قائمه اسمها فيندر، زي ده لان بيكام قائمه كاستمر او الفيندر سنتر، تظهر الشاشه قدامكم دي فيها نيو فيندر وفيها نيو ترانزاكشن، نفس الفكره. اول نيو فيندر وابدا هنا ابدا اسجل اسم العميل، رصيده، بياناته، تليفونه والفاكس والايميل والوبسايت والكلام اللي احنا عملناه، نفس اللي عملناه مع الكاستمر هنعمله مع الفيندر. تمام. طب التعاملات مع العملاء مع الموردين، في امر شراء، استلام المخزون، ادراج الفواتير، دفع الفواتير. اول حاجه امر الشراء، خلاص بقى فور اتعلمنا، افتح السهم واختار المورد اللي اشتري منه، تاريخ الشراء هنا هي رقم لوحدي، افتح السهم واختار من ليستة المخزون المخزون اللي انا هشتريه والكميه والسعر على حسب السعر اللي هشتريه، بس هنا جايب سعر ايه؟ سعر الشراء اللي انا كنت مسجله وانا بسجل المخزون، قلت انا بشتري بكذا، اجابه على طول. خلاص؟ وممكن كمان احدد الكاستمر اللي متعود يشتري مني. تخيلوا دي كمان؟ بعد كده اقول سيف وكلوز. ده بالنسبه لامر الشر. تعال نشوف استلام المخزون ودفع الفواتير، دي حاجة اتنين في بعض كده، استلام المخزون ودفع الفاتورة مرة واحدة. مجرد ما اقول ريسيف انفنتوري اند انتر بيل من قائمة فيندور، اختار الكلام ده او من نيو ترانسكشن نختار. سامع ده ارجع لكم يا شباب، معاكم يا شباب. خلاص. طبعا ممكن من القائمة نفسها، من قائمة كاستمر او قائمة فيندور، الاقي الترانسكشنز موجودة، وممكن من جنب كلمة نيو فيندور او نيو كاستمر اند جوب هلاقي حاجة اسمها نيو ترانسكشن، يعني ممكن من القائمة الرئيسية خالص وممكن من نيو ترانسكشن. عيب الكويك بوكس ان هو مكرر حاجات قوي، مكرر من ممكن تجيب الحاجة من كذا طريقة، فتلقى القوائم بتاعته مشغولة على الفاضي. طيب احنا خدنا امر الشراء، خدنا احنا حطينا هنا كده. طبعا الكلام ده واضح وعمليه كلها عمليه ايه؟ طالما انت جهزت في الحاجات الاساسيه لسته بالموردين ولسته بالعملاء ولسته بالمخزون، بقى التعامل الفواتير اليوميه سواء فواتير بيع او حاجات خاصه بالشراء بقت سهله وسلسه خالص. افتح السهم واختار المورد بس كده، هيروح هو عامل ايه؟ هيروح هيظهر لك شاشه فيها البيانات اللي انت كنت عاملها في امر الشراء، تضغط بس عليها هتروح كلها مكتوبه اوتوماتيك هنا كده، ما عدا كلمه كيو تي واي اللي هي الكوانتيتي اللي بيقول لك اه دي الكميه بقى اللي انت استلمتها كام، بس كده. يعني انت مجرد ما تختار هنا وانت عامل لعالي ده امر شراء، هتظهر لك البيانات، يظهر لك اسم المخزون ويظهر لك كل حاجه، تكتب بس الكميه اللي انت استلمتها بالفعل، روح حاسب الباقي. تقول لي سيف وكلوز. طب حد يقول لي انا مش عايز اعمل اخد البيانات من امر الشراء، هظهر لك الشاشه اول ما تضغط اللي فيها امر الشراء انت كنت عامله، اضغط كنسل، لما تقول اوكي اضغط كنسل، هيسيب لك ده فاضي تكتب فيها البيانات اللي انت عايزها. تمام؟ حتى لو انت اخترت اوكي من امر الشراء وكتب البيانات هنا، تقدر تضغط عليها وتعدل فيها براحتك برضه. العمليه ايه؟ مرنه. خلاص يا شباب؟ في سؤال؟ ما انا الاستاذ سعيد مش عارف ما كملنيش يعني ايه كود العملاء. يعني الاي دي، الاي دي تقصدوا الاي دي صح؟ لا هو هنا في البيتش في الكويك بوكس مش كاتب اي دي، كاتب الاسم على طول والرصيد. هي بتتعامل باسماء العملاء، ما بتتعاملش بالاي دي هات يعني. يعني ما فيش مش عامل خانه ومش عامل حاجه للنكتب فيها الاي دي. تمام. نشوف الجزئيه معانا الاخيره دي، جزئيه تسجيل الموظفين. تمام. والله ما جربتهاش يا استاذ الملك ان انا اكتب الحرف ويظهر الاسم، بس هي كده تطلع لانها بتشتغل معانا في شجره الحسابات. شجره الحسابات مجرد ما اكتب حرف يجيب لي اسماء الحسابات اللي فيها تكتب هذا الحرف، فاكيد في الكاستمر فيندر نفس الفكره.
يعني ما جربتش ان انا اكتب اول حرف دي، انا دايما بفتح السهم واختار العميل على طول. بس هو اكيد كده انه في شجره الحسابات انا جربتها كده فاشتغلت معايا. انا شجره الحسابات طويله شويه عن قائمه الكاستمر عندي او الفيند. تمام تمام يا استاذه ملاك. استاذ خلف، احنا الساعه كام دلوقتي؟ الساعه 7 الا ربع. طيب 5 دقايق بس يا استاذ خلف. ماشي مستنيك. طيب انا اسمح حضراتكم في اي حاجه تاني لحد الاستاذ خلف ما يرجع ان شاء الله عشان يحضر معانا جزئيه تسجيل الموظفين. اللي عنده سؤال يا شباب. اسف عليك، انت هتصلي يعني؟ مفيش داعي للاعتذار، احنا نبقى اسفين لو عطلنا. استاذ باسم، رابط التحميل على الجروب. الدعم الفني موجود معانا الاستاذه اسراء. لا انا اقصد اللينكات بس، حد الاستاذه اي حد يضيف اللينكات يا شباب. استاذ ايه لو هو لو مثلا الكويك بوكس مرفوع. ايوه يا استاذ ملاك، اتفقنا انت واستاذ ملاك في موضوع اللينكات ده بعد اذنك. استاذ ايه لو انت هتضيف لو هتحملي الكويك بوكس من على الروابط اللي ضافتها الاستاذ مريم على الفيسبوك على الجروب، هتلاقي 1 2 3 4، حمل الاربعه مع بعض. تمام، حاملين الاربع لومر يعني زي البرنامج متقسم على 4 روابط. هي طريقه معينه مش في دمج الحاجات، يعني لما يكون الملف كبير بيضغطوها على 4 اجزاء، ولما تعملي اكستراكت الاجزاء بتظهر هيكون سيت اب وتحطي البرنامج عادي خالص. تمام. الاستاذ اسراء واضح ان عندها مشكله في النت برضو فخرجت. تمام، ده لينك الجروب يا شباب. هو كفايه لينك الجروب، اللي هيدخل على لينك الجروب يا شباب هيلاقي فيه كل حاجه، كل حاجه هيلاقي انا موجود حتى ان شاء الله. وهيلاقي برضه الاستاذه ملاك موجود معاك على الجروب، وهي حد فاهم قوي في جزئيه المحاسبه الالكترونيه ونشط ومتفاعل وما بيخافش على حد باي معلومه على فكره يا شباب. حد يروح يقبل الإضافة يا شباب؟ أستاذ ملاك يقبل الإضافة على الجروب بالنسبة للأستاذ باسم. بس أنا ليه رجاء عند حضراتكم إن كل ينشر الجروب على صفحاته والجروبات اللي هو مشترك فيها، يعني حاولوا تنشروا المعرفة، هتاخدوا ثواب. أي حد هيستفيد ولو بحرف أنت تستفيد، يعني العملية كلها عند الشجرة. حد بيعمل حاجه فبيوصلها لحد، وده يوصل ده يوصل ده يوصل لده، العمليه تنتشر وربنا يتقبل الجميع ان شاء الله. فانشر يعني الفيديوهات، كل حاجه متاحه ويعتمد كل حاجه بتاعتك انت، وانشرها زي ما انت عايز ان شاء الله ان شاء الله. اتفضل يا استاذ باسم. صح، نسخه مرفوعه على السيرفر والكلام ده وحد شغال على طول تقريبا في الاصدار الاخير، عملوا النظام ده الاصدار هو 2014. حتى انت لو جيت تحمل الاصدار الاخير 2014 ترايل هتلاقيه بيقول لك لا استعمل من على النت اونلاين على طول. فغالبا يكون هم طوروا الجزئيه دي، لكن كل الفيرجنات او الاصدارات اللي انا اعرفها لازم تتسطب على الجهاز. يعني عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذه سلوى، انت يعني حضرتك سايبانا ولا هتفضلي معانا؟ مش فاهم انا. طيب يا استاذ ممكن نتابع معانا ان شاء الله على الجروب، لكن فات الجزئيات شويه يعني. طب ما ده اللي انا قصدته برضه، يعني نسخه رئيسيه والباقي كله يتعامل معاه اونلاين. انا بقول لك ممكن تبحث عنه تشوف، لان ما عنديش علم بان هو صدر او لا. لا احنا شغالين من بدري يا استاذه سلوى، فانا افتكرتك يعني معانا وماشيه.
خير ان شاء الله. ممكن تابع معانا مع الجروب، تابع على الجروب شباب. الجروب ده لو انتوا تفاعلتوا فيه تفاعل قوي هتستفيدوا استفادة كبيرة جدا من بعض. سيبكم مني انا يعني، اعتبروني مش موجود، جبت اخري مثلا في الشرح او كده. فانتوا مع بعض هتتفاعلوا، صدقوني هتتفاعلوا تفاعل رهيب، هيفيدكم جدا 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 ان شاء الله مع بعض. وانا مش هسيب الجروب، انا معاكم على طول ان شاء الله. وفي افكار تانية كتير في دماغي بالنسبة للجروب، بس كل حاجة وقتها ان شاء الله ان شاء الله. ربنا يسهل بعد العيد كده يكون فيه كورس كبير 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 ان شاء الله، وفي شهادات وكل حاجة باذن الله. الناس اللي محلفهاش الحظ انها تحضر معانا الكورس ده كامل، لانه برضه كان سريع شوية، هتحضر معانا ان شاء الله باذن الله بعد العيد. وفي حاجات تانية إن شاء الله. سيب بس من كل حاجة على الجروب، بس أنت ألف في الحاجات القديمة شوية. لا ما أقصدش والله، موضوع أهل مصر دي ليها قصة تانية خالص، أما أنت كاتب على الجروب كله هيفهم قصدي إيه. في التسويق لا هو حقيقي كده ان شاء الله. معانا النهارده الجنسيات كلها، معانا من الاردن وسوريا والمغرب، مش معانا من تونس. اسئله؟ حد عنده سؤال في اي حاجه في الكود بوكس البيتش 3، في حاجه على الجروب عايزها، حاجه على الصفحه، حاجه على النت، على الجروب يا استاذ باسم، على الجروب، كله على الجروب. بس اللي تحت شويه في البوستات او هنعمل لها ريفرش، حد يدخل يعمل لها لايك هتلاقيها جت اول حاجه فوق ولا حاجه. تمام. طيب يا شباب، مفيش حد تابع الفيديوهات كلها بتاع البيتش 3؟ احنا خلصنا البيتش 3، حد تابع تمام الفيديوهات؟ طب حد عنده طريقة أفضل للشرح أو فكرة أو ليه تعليق على الشرح أو الأسلوب أو فكرة نعملها في الجروب؟ طبعا فريق التسجيل اتمنى ان يعمل كات لكل الكلام ده لانه خارج الشرح، يعني احنا مستنيين بس الاستاذ خلف انه يوصل. في سؤال؟ يا شباب no questions. طيب هنبدا نشوف ازاي نسجل الموظفين. خلاص يا شباب؟ لا لسه ما خلصتش. تمام ماشي يا استاذ ملاك. ساب؟ تمام. لو عندك سورس للساب يا استاذ باسم ابعتهولي على الجروب، سورس نحمل منه برنامج الساب. على الاقل نعمل له فيديو نشرحه. بعتها بس لينك للتحميل، مالكش دعوة انت بالتطبيق او الاستخدام. ماشي يا شباب، دلوقتي في قائمة خاصة للموظفين اسمها امبلويي. يعني لاحظ ان البيتش 3 كان في قائمتين، قائمة بينتين وقائمة تاسكس وقائمة تالتة ريبورتس. هنا في الكود بوكس لا، في قائمة اسمها ليستس فيها المخزون وفيها شجرة الحسابات والبرايس ليفل. في قائمة اسمها كاستمر وقائمة اسمها فيندور وقائمة اسمها امبلويي وقائمة اسمها ريبورتس. كل حاجة فيها قائمة خاصة بيها. من قائمة امبلويي
اختار حاجه اسمها اندرويد سنتر، زي ما خدنا من كاستمر كاستمر سنتر، من ويندر ويندر سنتر، بيظهر لنا الشكل زي كده. من هنا كده اليو اندر ويي هحط لك سهم، ابدا اشوف الموظفين، اختار نيو اندر ويي فيظهر الشكل ده. في هنا حاجه اسمها ايه؟ تشينج تيبس او تابس، هي التابع يعني التبويب. هو اوتوماتيك بيقف على حاجه اسمها البيرسونال انفورميشن، اللي هي المعلومات الشخصيه، اسمه تليفونه واللاست نيم مش عارف ايه والحركات دي. خلاص ببدا انا افتح السهم ده واختار الاختيار الثاني اللي هو بيرول اند كومبنسيشن انفورميشن، اللي هو معلومات الدفع، فهيظهر لي الشاشه اللي هي دي. فيها اختيارين، في حاجة اللي هي ايرنجس، في حاجة اسمها الاد بيس اللي هو المرتب الاساسي. اكتب هنا، اكتب بايدي كلمة سالري واكتب قدامها ايه؟ قيمة المرتب. اجي هنا في الاضافات اللي هي الاديشنز ديدكشن اللي هي خصومات، اكتب اضافات اوفر تايم الكلام ده، اكتبه بايدي كتابة اللي هي مفردات المرتب، وهنا الارقام او القيم بتاعتها. خلاص بالنسبه للتاكس والانشورنس اللي هي الضرايب والتامين، اكتب سالب الرقم زي ما اتعلمنا في البيتش 3. خلاص يا شباب، في مشكله؟ يبقى هنا بكتب المرتب الاساسي كلمه السالري وهنا قيمته. هنا اي حاجه بياخدها كاضافات كخصومات كمصطلحات طبعا، وهنا القيمة الفعلية للمبالغ بتاعتها. باجي هنا حاجة اسمها البي فريكونسي اللي هي المدة، أسبوع، كل شهر، كل شهرين، كل سنة، اللي هي مدة دفع الفاتورة. خلاص يا شباب، الأستاذ خلف رجع تاني. الأستاذ خلف معانا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بك يا أستاذ خلف. كنت بقول يا أستاذ خلف إزاي نعمل تسجيل الموظفين، قلت من قائمة الإمبلويي ونختار إمبلويي سنتر تظهر الشاشة دي، أختار نيو إمبلويي فيظهر لنا الشاشة دي. هو أوتوماتيك بيبقى واقف على البيرسونال إنفورميشن، معلومات الشخصية اللي هي دي، اسمه ورقم تليفونه وتاريخ ميلاده والنوع بتاعه كده، تمام؟ بغير انا الاختيار ده من السهم ده، بختار حاجه اسمها البيرول اند كومبنسيشن انفورميشن اللي هي معلومات الدفع، فيظهر الشكل ده. هنا كده بختار المرتب كل اسبوع، كل اثنين، كل شهر، كل سنه، على حسب المده اللي واخد فيها مرتبه. في الخانه الاولى اللي هي الايرنجز بكتب قيمه المرتب الشهري اللي هو السالري بس الاساسي، يعني الاساسي. هنا الاسم وهنا القيمه، هنا اسم مفرد يعني وهنا القيمه، قيمه المبلغ. اجي هنا حاجه اسمها الاديشن اند ديدكشن، الاضافات وايه؟ الخصومات، اكتب وفرات المرتب وهنا القيمه اللي بياخدها. لكن الحاجات اللي بتتخصم نكتب كلمه سالب قبل الرقم علشان ايه؟ يطرح، تمام؟ لكن لو انت اول مره بتسجل مفردات المرتب زي ما خدنا في البيتش 3 بيحتاج تعمل لها تسطيب، فمجرد بكتب هنا كلمه سالري واجي هنا اكتب اسم المفرد او قيمه المفرد 1500 جنيه مثلا، مش هينفع، لا هيقول لي الاول سجل كلمه سالري دي ايه. خلاص انا هعمل ايه؟ مجرد ما اضغط على كلمه ايتم تايب واختار اد نيو، يعني مثلا لو انا ضغطت هنا كده السهم هيظهر لي سهم، واقول كلمه اد نيو هنا او هنا او في اي مكان، سواء في الاضافات والخصومات او سواء فين في الاساس، اضغط اقول اد نيو، هتظهر لي الشاشه الجايه دي اد نيو. طالما انت في الايرنجز هيقول لك مرتب بالساعه، مرتب سنوي، عمولات، حاجه اسمها البونص. طبعا انت بتختار ايه؟ الاورلي ويجز دي اللي هتعملها، هو بعد كده يضرب في السنه يعني. اقول نكست، تظهر الشاشه دي، يقول لي المرتب ده الانتظام ولا مرتب مرضي ولا حاجه خاصه بالرحلات. طبعا الريجولار هو مرتب اساسي كل شهر، تمام؟ اد نيو يا استاذ خلف، ما تكتبش اد نيو، تضغط على اد نيو، يعني اقصد
لو انت ضغطت هنا في الخانه الفاضيه دي مفيش هنا حاجه اسمها مفرد مرتب، اضغط قول ادمن هيبدا عشان تضيف كلمتين سلاري. ادخل بعد كده الفيديو على فكره اوضح بكتير من الكتاب. هنا يقول لك ايه نيد يوزد نيم يوزد ان بي تشيكس اند بي رول ريبورتس، اكتب هنا كلمه سلاري بقى اسم المفرد نفسه. تمام؟ اكتب هنا الكلمه نفسها. يعني بعد ما اضغط في الخانه الفاضيه واقول ادني وامشي على الرسالتين اللي فاتوا اوصل هنا اكتب اسم المفرد نفسه واقول ايه؟ نيكست. خلاص بعد كده اضغط فينش. بعد كده ضفت كلمه سالري. هنا كده اجي قصادها كده واكتب قيمتها. طب عايز اضيف بقى اضافات او خصومات كمفردات يعني ابدا اضغط هناك واقول اد نيو. خلاص فهيظهر لي الشاشة دي يقول لي هو اديشن ولا ريدكشن اضافة او خصم. اما اضافات اديشن يا اما خصم، اختار حاجة من الاثنين، لو هضيف اضافة او هضيف ايه خصم. يظهر لي الشاشة اللي بعد كده وابدا اتابع ايه البيانات عادي خالص لحد ما يقول لي ضيف اسم الحاجة بعد كده اقول فينش. يعني نفس الفكرة اللي فاتت بالظبط. خلاص يا شباب في اي مشكلة بالنسبة للموظفين؟ بالنسبة للتقارير ودي اخر حاجة معانا من قائمة ريبورتس، اختار القائمة اللي انا عايزها، لكن الحاجات المهمة قوي من ريبورتس ميمورايز ريبورتس زي ما انتم شايفين كده ريبورتس ميمورايز ريبورتس اكاونتنت تظهر الشاشة الجانبية دي شايفين بالانس شيت جنرال ليدجر جورنال انتريز بروفت اند لوس الميزانية دفتر الاستاذ اليومية الأرباح والخسائر. دي أهم أربع قوائم ممكن تحتاجهم. أي حاجة تانية مجرد إنك تبقى عارف اسمها بالإنجلش تعرف تجيبها على طول. خلاص يا شباب كده في أي سؤال؟ بس خلاص استني بقى أساعدكم بمناسبة إن إحنا خلصنا الكود بوكس. سهل وجميل ولذيذ يعني. تفضل يا استاذ باسم. استاذ باسم كلمني بالعربي، بلاش كاستمايز بلاجنز وور اد داش اون ان سي، عشان احنا يعني اختلاف المصطلحات بيني وبينك ممكن يعمل مشكله. ما اقصدش حاجه، لكن انا اقصد يعني انت ممكن تكون قصدك حاجه وتكتبها بمعنى تاني خالص. فهمتني؟ ممكن بس الكلمه بالانجلش يبقى لها كذا معنى، انا فاهم معنى فاهم معنى. تقصد ان هي عايزه تضيف حاجه مش موجوده في اوبشن البرنامج؟ لا دي صعب انك تعدي في برمجه البرنامج. حاجه موجوده ماشي، مش موجوده ما هتعرف تعدي في برمجه البرنامج. لان مثلا بعض المبرمجين اللي بيحاولوا يعدلوا برمجه البرنامج ويخلوه بالعربي بدل الانجليزي نسبه نجاحهم مش كبيره. لان الساب والاوراكل فيها جزء الديفلوبر، لكن دي برامج مقفوله شويه. تمام، حد عنده اسئله تانيه يا شباب؟ كل تقارير يعني في الاخر التقارير هي واحده بس لمانات كلها قوائم ماليه ونظام مراجعه وضغط الاستاذ ومش عارف ايه كله يكون جاهز. اي التطبيقات النقديه كل ده موجود، حتى جرد المخزون موجود، بس الفكره انك تبقى عارف الاسم خلاص. انت ممكن كمان جوه التقارير تقعد تعدل تقول ايه اللي يظهر وايه اللي ما يظهرش. شكل التقرير لا صعب شويه، ممكن شكل الفاتوره لان الكود بوكس بيطلب منك بيقول لك ايه انت عايز تغير شكل الفاتوره، او ممكن تغير شكل تعمل ايديت تعديل. الحسابات الرئيسيه او القوائم الماليه تعمل لوحدها يا استاذ ايه
فانت كل الداتا انتر دي ادخل البيانات دي كلها علشان هو يعمل لك كول ميل وحدي. بس هو مش بيعمل وخلاص، انت برضه كان شغاله صح يعني، اوتوماتيك اوتوماتيك يا استاذ. ايه تابع معانا على الجروب، يا ريت الناس تتابع على الجروب. المصريين فيهم يعني اوتوماتيك اوتوماتيك. حد عنده اسئله تاني؟ بس ساعتها سؤالك كان فين؟ انا ما معلش ما خدتش بالي. على الجروب ان شاء الله، على الجروب حاجات بتاعت المصريين دي على الجروب. هي للكل والله، لو ينفع اعملها بره مصر اللي عملتها، بس يعني اتمنى انها تنجح الاول جوه عشان كده تنجح بره. كشف حساب عميل، هتلاقي هتلاقي لسته بالعملاء وكل حاجه يعني. اتفضل يا استاذ جاسم. استاذ جاسم انت بتكلمني منين؟ من سوريا نفسها ولا بره سوريا؟ أنت في القاهرة هنا، في القاهرة من 2011. تمام، أنا برضه قاعد في القاهرة بالمناسبة. يا ريت بس على الجروب بقى، مش هينفع هنا يعني، فاهم؟ نتواصل على الجروب. الأسبوع الجاي صراحة رجعت تاني إن شاء الله. إيه؟ تفضل يا استاذ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يلا يا شباب، حد عنده أسئلة؟ طيب أنا بس كنت حبيت أقول لكم النهاردة إن شاء الله بمناسبة انتهاء البرنامج، هو آخر يوم النهاردة لأن أنا بكرة مسافر، فكان نفسي أبقى معاكم بكرة، لكن بعتذر للجميع. الحمد لله برضو ما قصرناش في الشغل وقدرنا نخلص الجزء المطلوب مننا سواء بيتش 3 او كود بوكس. اتمنى الناس تكون فهمت، وقدرت يعني نضيف الناس ولو معلومه واحده. انا مبسوط جدا ان انا موجود في منطقه الدارين، لان انا بشعر بشعور غير عادي صراحه، يعني حاجه كده يعني مش عايز اقول حاجه، من حاله من الحب الجماعي سواء من بره مصر او من جوه مصر. الناس متقدرين سواء كفريق تسجيل او سواء دعم فني او المحاضرين عموما او الاداره، يعني ربنا يجازيهم خير كلهم جميعا. اتقوا على طاعه الله يعني، الحمد لله ربنا يوفق الجميع. على الجود يا استاذ ياسر، اتمنى الناس كلها تكون استفادت حاجة ولو جزء بسيط يعني. إسراء كان عندها مشكلة في النت ورجعت. الناس منطقة دارين والله يا شباب، أنا لعبت على منطقة دارين فترة، فريق تسجيل طبعا خلاص ما فيش داعي تسجيل. لعبت على منطقة دارين فترة، كنت عايز أرجع بأي طريقة، بس هي الحمد لله كانت الظروف كده مرت، وإن شاء الله أستمر معاكم بعد العيد في حاجات تانية، مش شرط محاسبة. في الاي اس دي ال وفي حاجات في الجرافيك، وان شاء الله غيره وغيره باذن الله، وهنتنوع ان شاء الله يعني. حد يدي حاجات في التامين، يبقى شيء كويس جدا يعني لو يدي حاجات في التامين، لان تخصص تامين اصلا ان شاء الله. فيس تاني المشكلة تحل بالنسبة لموضوع الرابط الأخير، تحل إن شاء الله على الجروب.
شاء الله. عارف ان في مشكله في ربط الاخير، كل اشتكى من ربط الاخير ده. فاتمنى يا شباب كده قبل ما افارقكم على الملتقى الدارين واكمل معاكم على الجروب، لو حد عنده سؤال يا ريت كلنا نشكر فريق الاعداد وفريق الدعم الفني وفريق التسجيل والاداره على المجهود الرائع. الناس اللي بعت الرابط الليل وتتابع معانا، واللي عايز لينكات واللي عايز مش عارف ايه دعم فني والقاعه اللي بتاع حواراتكم دي. بس ربنا يجازيهم خير. ربنا يتقبل صالح الأعمال، وأتمنى تكونوا استفدتوا ولو جزء بسيط. الشكر لله يا سلام. في أي سؤال دلوقتي تسأله دلوقتي، لو في أي سؤال هو ده خليه على الجروب، خلي كله على الجروب بقى يعني كده خلاص. أنا بصراحة يعني رغم إن أنا النهاردة آخر يوم، لكن مش عايز أسيب المايك مش عارف ليه، يعني آخر يوم في أي حاجة جميلة ويكون صعب. كل عام وانتم بخير، كمان بمناسبة شهر رمضان. تواصل بقى على الجو ان شاء الله ونشوف هنعمل ايه في رمضان. الله يكرمكم. محمد سعيد ان شاء الله نتواصل جميعا على الجروب. ان شاء الله. والله يا شباب يعني اللي يفهم حاجة في الجرافيك كده وبيعرف يشتغل على الفوتوشوب يعمل لنا حاجة وينشرها على الجروب، يعني ونزلة الاحتفال بشهر رمضان شوفنا صور ونصورنا حاجات على الجروب، مش هنخلي كل محاسبة محاسبة كده. المحاسبة برضه من ضمن الأعمال الروتينية المملة. اتفضل يا أستاذ ملاك، اتفضل. نعم في السلامة يا أستاذ ملاك، دايما كده صاحبة تاتش مميز في كل كورساتي. شكرا يا أستاذة إسراء. السلام عليكم خلف. واضح ان في ارتباط صداقه ما بين الاستاذه ايه والاستاذه ملاك، عماله تودعها كانها تودعها على محطه قطر يعني ايه. إن شاء الله خير. خير إن شاء الله. نام البناء لحقه بس. خير خير. طالما الكل هو يكون جروب متعاون ومتحاب على الجروب نفسه. أنا معكم إن شاء الله. وادي طبش جميل من الاستاذ، مين اللي طفل؟ انا ما حبتش اسمي كده طفل الكاد دي. استاذ اسراء يعني كل حاجه على ال... شكرا يا استاذ اسراء.
طيب يا شباب، عايزين حاجة مني؟ أشوفكم على الجروب بالليل. إن شاء الله. النهارده آخر يوم علشان الدعم الفني تنعاد، بس مش عارف مع الأسف. إن شاء الله نسافر بكرة، فوقت المحاضرة أكون على طريق، مش معايا نت يعني. فكده كمان احنا الحمد لله خلصنا البيت 3 وكيك بوكس، يعني الحمد لله خلصنا الاثنين. عندنا اربع محاضرات، شون الحاجات اللي هي الفنيات اللي قلناها هنا، وعندنا 17 فيديو تقريبا، 8 و9 17 17 فيديو على اليوتيوب فيهم شرح البيت 3 وكيك بوكس. ان شاء الله الله يكرمك ويسلمك. استاذ محمد بدي المحاضرة الأخيرة يعني، المفروض كان في بكرة مناقشة عامة لكن للأسف أنا مسافر، لكن الحمد لله احنا خلصنا البرنامجين يعني الحمد لله. طيب عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ ملاك. أشوفكم على خير، أتواصل على الجروب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إن شاء الله.